من نجوم النادي الاهلي الحاليين، كمان في نجوم النادي الاهلي السابقين، الكابتن عصام عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي السابق، واحد من رموز الكره المصريه، يمكن عاش الفتره اللي فاتت كان في ازمه صحيه كبيره جدا، اضطر معاها انه يعمل اجراء عمليه جراحيه كبيره. الكابتن عصام عبد المنعم طبعا كان واحد من رموز الكره المصريه، وكان رئيس اسبق للاتحاد الكوره، كان بيقوم بدور كبير جدا جدا في النادي الاهلي، وتخرج يمكن على ايديه مجموعه من اكبر واعظم الحراس. يعني قبل ما نتكلم مع حضراتكم، عايزين نروح نقول له الحمد لله على السلامه من خلال التقرير ده. تعرض الكابتن عصام عبد المنعم نجم فريق الكرة الأول الأسبق لوعكة صحية منذ فترة، مما اضطره لإجراء عملية جراحية كبيرة ألزمته الفراش في منزله. عصام عبد المنعم من مواليد 1 يناير عام 1948، وهو من أشهر حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. بدأ عصام عبد المنعم مشواره مع القلعة الحمراء وعمره 10 سنوات بصفوف الناشئين عام 1958 عن طريق مصطفى حسين أبو الأشبال، وتدرج بالمراحل السنية المختلفة بفرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1964 ليشارك مع المارد الأحمر في أول مباراة رسمية له أمام فريق طنطا في بطولة كأس مصر، وعمره لا يتعدى 17 عاما، وقاد وقتها الفريق للفوز على أبناء السيد البدوي بفضل تألقه في حراسة عرين النادي الأهلي، مما أعطى باقي عناصر الفريق الثقة لوجود حارس مرمى صلد من خلفهم. ظل عصام عبد المنعم حارسا أمينا لشباك النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول حتى توقف النشاط الرياضي في البلاد عام 1973 بسبب حرب 6 أكتوبر. بعدها قرر عصام عبد المنعم الاستمرار في ممارسة كرة القدم وعدم الاستسلام لتوقف النشاط الرياضي مثل كثير من أبناء جيله الذين فضلوا الاعتزال وقتها في سن صغيرة. توجه عبد المنعم مباشرة إلى ليبيا وكان عمره وقتها 25 عاما، من أجل الانضمام لصفوف نادي أهلي بني غازي لاستكمال مشواره الكروي، ونجح بالفعل في الفوز معه بلقب مسابقة الدوري الليبي في إنجاز يحسب له في أول تجربة يخوضها بعالم الاحتراف الخارجي في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة في ذلك الوقت بسبب حرب 6 أكتوبر. وعقب استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بمصر بعد انتهاء الحرب، قرر عصام عبد المنعم إنهاء تعاقده مع أهل بنغازي ليعود إلى القاهرة ويقرر اعتزال اللعبة رسميا عام 1975، ليتجه بعد ذلك للعمل بمجال تدريب حراس المرمى داخل فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم كاملة. وقبل أن يبدأ عصام عبد المنعم مهمته مع المارد الأحمر كمدرب لحراس مرمى فريق الكرة الأول وقتها، فضل النادي الأهلي أن يثقل موهبة عصام عبد المنعم بالدراسة، وهو ما حدث بالفعل، حيث حصل عبد المنعم على دورات في تدريب حراسة المرمى باتحاد الكرة الإنجليزي عن طريق القلعة الحمراء. ولن ينسى التاريخ أبدا أن عصام عبد المنعم مدرب حراس مرمى النادي الأهلي نجح في تخريج جيل من عظماء وأساطير حراسة مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول من تحت يديه، وهم الراحل ثابت البطل وإكرام الكبير والحارس الصاعد وقتها أحمد شوبير. شاغل عصام عبد المنعم منصب رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام، ثم رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، كما تولى رئاسة رابطة قاد الرياضيين ورئاسة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وشغل عدة مناصب باتحاد كرة القدم المصري كعضو بمجلس الإدارة ثم نائبا ثم رئيسا لاتحاد كرة القدم.